السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدان الشيخ حسنين. بعد التطوير، هذا هو شكل ميدان الشيخ حسنين بعد التطوير. من الميادين الشهيرة بالمنصورة ميدان الشيخ حسنين، وهذا مجمع ومسجد الشيخ حسنين بالمنصورة. التاريخ 27 سبتمبر 2020، مدينة المنصورة، ميدان الشيخ حسنين. كما نشاهد ميدان الشيخ حسنين يتجه بنا لأكثر من شارع، شارع السلخانة القديمة، شارع سكة سندوب، شارع محمد فتحي، وبالطبع شارع العباسي، كما نشاهد. هذا هو شكل ميدان الشيخ حسنين بعد التطوير. وفي الخلفية مسجد ومجمع الشيخ حسنين. وهذا هو مبنى إسعاف المنصورة أو هيئة إسعاف الدقهلية، وزارة الصحة والسكان، المركز الإقليمي لنقل الدم. هذا هو ميدان الشيخ حسنين. طبعا كان الهدف من تطوير ميدان الشيخ حسنين هو عمل سيولة مرورية، وهو ما تحقق بإذن الله. كان ميدان الشيخ حسنين متسع، وكان يوجد به الباعة الجائلين والشحاذين وغيرهم. أما الآن تم عمل الميدان بهذا الشكل الحضاري وتيسير السيولة المرورية. ولقد حرصت من قبل على توثيق مراحل إنشاء ميدان الشيخ حسنين في قناتي أيام لها تاريخ، والقناة الأخرى كتوف من الذاكرة المصرية. يوجد فيديوهات لتطوير الميدان بالتفصيل من البداية حتى الآن. نحن الآن في شارع العباسي بالمنصورة، الساعة 8:30 صباحا، وهذه أحد المخابز، وهذه المخبوزات الطازجة. ده اسمه إيه بقى؟ ده مش عارف اسمه، عدى عليك. هذه المخبوزات الرائعة، الكعك و المحوجات، المخبوزات المحوجة. يبقى نتحدث الآن من شارع العباسي بالمنصورة.
وهو من الشوارع التجارية والمعروفة في المنصورة. وعلى بعد خطوات ميدان الشيخ حسنين. Thank you.